ظهوره في الحلقات الأخيرة من مسلسلات الحوار التونسي كان مفاجأة، سواء في الفوندو وإلا في براءة. بحب كبير يجي بحذية محمد علي بن جبعة. شيا ليلة السبحة هذه؟ على خوتها فتح الهدي، مش البرسوناج متاعو. يا قاتل الروح وين تروح؟ هاري نحي في ذنوبي توا، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. نعم. حقيقة بغتنا في فوندو ساعة قبل كل شيء. أنا بيدي تصدمت في فوندو، أنا بيدي الآخر لحظة، معناها ما نعرفش الحكاية، قاعد ستاند باي ما نعرفش باش يصير. كأنه شوف سونساسيون كأني في المسرح، خاطر صورت بعد نهار تعديت. سونساسيون عندي تراك في الدار كاين باش نطلع سيرسين. ف جنجيلا نتاع سوسن يعطيها الصحه. كلمتك سوسن باش تصور لقطه من فوندو؟ اي، قالت لي راك معانا. قلت لها اوكي. ما نعرفش الحكايه. وكل جمعه جمعتين نبعث لها، نقول لها ثم سيناريو، ثم ورق، ثم نص. وهي تقول لي تو نبعث لك، انا في عند راهم كذا كذا كذا. لاخر لحظه ما نعرفش شنو باش نعمل. قلت لها نخلي اللحيه طويله كيما راكور لولاني، نحجمها، شو نعمل؟ بعد ما كملت تصوير بيان سور براءة، فكانت كان سسبانس لي انا ساعه ولليكيب زاد التكنيك، خاطر النص لاباريسيون تاعي ما خرجت حتى في النص. انت كنت متهم في الجزء الاول بقتل مريم. من بعد التهمه هذه تنحت عليك. الشيطان الازرق ما كانش يتصور اللي انت تنجم تكون هو اللي قتلت مريم. معناها انا عامله ولكي خرجت مره قلت راهو مش انا، تتليفه ذيك كانها تتليفه. وقتها وقع انتقادك بشده. اي، خاطر عطيت 3-4 فيرسيون. وقتها كانها قضيه وطنيه، معناها شكون اللي قتل؟ معناها كيما 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 توا قضيه. معناها شوف، اذا الببليك يتبع واللي عنده سوسي يحب يعرف شكون، معناها السسبانس اختف، معناها حصل في الطعم نتاع السسبانس نتاع الفرجه. صورت قبل الحلقه الاخرى بنهارين؟ بريسك اقل من نهارين، اقل من 48 ساعه. صورت وكتمت السر. وي، تربيت. شنو جا في بالك وقت اللي سوسن قالت لك راهو كل شيء باش يتقلب وباش تظهر انت اللي قتلت مريم؟ شوف، قالت لي راهو بريسك في التورناج. والله، وانا عندي ثقه فيها، وهي قالت لي معايا. وانا معناها شرف كبير ان نكون معاها حتى في لقطه. وقلتها حتى راهو قلتها مره نعرفش مع شكون، قلت سوسن تعيط لي المشهد واحد نمشي لها، على خاطر عملناو الدور مراد ذايا في فوندو سي ان كادو. معناها ممثل يحلم يخدم ادوار اللي ما تجيبهاش فيه، ومن بعد تخرج منه شراره ديابوليك. وجمهور افتقدك دالي زاده، جمهور في فترة افتقدك. موسم واحد. اي ريت موسم واحد، وحتى المواسم السابقة كل ادوارك اللي تشرح عليها الناس وتخلي بوليميك، انت اللي عشتها معناتها في بدايتك بالكدا بالكدا. وي، هو مالوريزمون هادي ثم عمل نحبه ياسر وخدمنا فيه بالكدا بالكدا وخذينا فيه جوائز، لكن جماهيري ما تشافش اللي هو دارنا انا. اخراج محمد علي ميهوب ويونس الفارحي هو اللي كتب السيناريو. معناها نلقى روحي مع مدام منى نور الدين تبارك الله، معناها كارير كبيره ونحبها وتحبني من اللي صغير انا نخدم معاها، وثم موده حتى كي باش نحكيو في المسرح وكل شيء. رباب السرايري خرجت من غادي زاده اللي هي مسرحيه بالاساس وعملت سينما، اما تعرفت في الاعلام وبعد كده تنقلت للنوبه. درنانا كان مهم جدا انه نلعب ليمور نوار، كوميك تراجيك اللي انا نحبه، اللي انا يمكن مارسته في المسرح قبل. اما احنا في حاجه لدالي في الدراما، في الدور اللي الحقيقه خذيت غرضي في الدوامه. اي، كبرسوناج مغاير وشرير. اما ريتك العمل اللي توفوند وكان عملناه، كان حديث الناس. اي سنة براءة حديث الناس، وهذا اللي باش ياخذني البراءة. خدمت مع سامي في مكتوب. مكتوب الاولاني اي، وتوزعت في تاج الحاضره وما كتبش نخدموه الدو. معناها غضتني الحكايه على خاطر بيرسوناج مكتوب بالكدا صدق بي وقتها، توزعت فيه وما كتبش. ان شاء الله يرجع سامي للتاج الحاضره ان شاء الله، علاش لا. براءه كيفاش صار الاتصال؟ كلمتني سوسن، حكيت لي على الدور،
مشيت قريت وسميت بسم الله وانطلقت. خفت؟ خفت، خفت على خاطر ما هيش شخصية عادية، وما هيش شخصية اللي تخليك تلعب مرتاح زعما عندك كارير وكل شيء. وفي نفس الوقت الرونكونتر مع سامي بعد قديش، أكثر من 15 يمكن 17 سنة، مكتوب واحد قديه 2007 يمكن، رونكونتر حلو على خاطر مع سامي هنا بوكو دو بوان كومان، معناها حتى في الحومة ولا أصحاب ولا أنديت على خاطر، وبعدنا على بعضنا ولقينا بعضنا في التورناج، هو فرح وانا فرحت وصارت الشيمي معناها حتى مع الليكيب الكلها. اعطاك باش تحضر الشخصيه؟ غيرت شويه من ملامحك ولا ليه؟ انا ديما نحضر اللحيه، خاطر اللحيه تهزك للشلاغم. فقعدت نحضر في اللحيه وعملت شلاغم مستويين ما خدمتش بهم قبل، شلاغم اربع شهور ربي فيهم، معناها ربيت عليهم الكبده. من بعد جاي سامي قنعني وقعد نتحدثوا، قال لي يلزم يظهر كلين وشلاغم نجم يهزونا للفيريليتي والحاجات اخرى، فحبيت نقنعه يا اخي، هو اقنعني باش نحينا شلاغم وظهر لك الاداري نظيف باش من بعد تصير سوربريز. سوربريز فاجئتك وانت تقرا فيها على الورق ولا ليه؟ فاجئتني طبعا. وهو ساعات احنا كي نصوروا مثلا تقول انت الحلقات 1 2 3 4، ساعات تصور الرابعه قبل الثانيه قبل الثالثه، بعديك المونتاج ينظمهم. خاطر ثم قول انت ما بعد لو 11 سبتمبر ما قبل لو 11 سبتمبر، ما بعد المفتاح وما قبل المفتاح وما والجو ذاك. ومن بعد تهد علي نجله تكبلي سعدي وقتها في الدار. نجله قالت لي شخصيه مريضه، انسان يعاني من كل امراض الدنيا، واطي ياسر، الحجم نتاع اللطايه اللي فيه سيد هدايا استشعرتها انت واستحضرتها؟ شوف، واحد يخاف يقول كي تأدي شخصية، وأنا في كاريري خدمت شخصيات معقدة وسكيزوفرين وفيهم معناها خدمة بسيكولوجيك، لكن المرة هذية يمكن ثم عينين خدمت أكثر من الأداء للأداء، على خاطر زاد الكتيبة حاضرة، الممثل شي يعمل ستون بريزونس وروغار، وفما غزرة من غزرة، غزرة كيفاش تحول هو وقت اللي تعدى القال مفتاح، ثم تقول أنت ركبوا جن، لو ديابل اللي في وسطه تحرك، يقول لك بوركوا با، علاش لا؟ معناها خرج له حد ما نعرفوهش. وش هي المشكلة؟ أنه السيد هذا قاعد يتعدى على طفلة مجنونة، مريضة بأعصابها، عندها ولد صغير، يوهم فيها أنه هو راجلها اللي مات رجع لها. صحيح. دونك يستغل في مرضها ويخون في زوجته. مزيج من الحقارة والنذالة اللي بالحق إذا كانت توفرت في إنسان فهو أشبه بالحيوان معناتها. هو الحيوان ألطف منه، خاطر الحيوان ما يضرش، الحيوان عنده حاجات معينة ينجم يعملها ما ينجم يعملهمش، لكن التشعيبة هذية والكبة هذية أنا تقلقت في التورناج، على خاطر كما قلت لك نجلة ونحييها، ونجلة معناها الكل تعاوننا باش خرج هذاك السم نتاعها هي كي تحب تنتقم، نقص كان تعطي الزكفوف، وهي المفتاح ولا في يدها، تنجم تدخله الحبس كما تنجم تعمل له فضيحه كبيره. 20 سنه حبس ينجم ياخذ، معناتها خاطر اللي عمله اعتداء على شخص مريض بالطريقه ذيك. هي الحقيقه كيفاش مكتوبه تخليك تكنيكمون تعمل عليها كيف كممثل، اما انا فسخت محمد علي بن جمعه تفسخ، وعمار هذي اللي خرج انا بيدي تفاجات منه، على خاطر كي تفرجت في روحي من بعد ريت غزره ما نعرفهاش عندي انا، ما نعرفش كيف خرجت، معناها مش استعراض عضلات، لو انا ساعات سايب روحك تمشي في الاحساس، ستون تكنيك تاع الممثل، عنده تكنيك وحجرات المخلة اللي يحكيوا عليهم ومنا مغادي، لكن ساعات انت تفاجئ روحك وتفاجئ المخرج، والمخرج يعرف كيفاش يديريجيك يهزك الثنيه هذيك. من المشاهد القويه اللي تجمعك مع عزه. مع عزه احكي لي على كواليسهم. عزة نحييها ونسلم عليها، ممثلة باهية، وأنا ريتها في ولاد مفيدة وما نعرفهاش قبل، وأول رونكونت باش نمثلوا مثلا إني أنا نمسها أو نغزر لها غزرة دوني، بعدها طول نقول لها سامحني، راهو تقول لي نورمال بيرسوناج، معناها أنا بيدي تحرشت بالحق، نورمالمون ما يقولها لكش ممثل، أما بالحق أنا تقلقت على خاطر كي تخدم مع عبد ما تعرفوش
وأول برسوناج يجي الهم ذا يا سي عمر معناه حاجة ما استبرش. يقول لها عمر تقول يوسف، يقولها ليه عمر تقول ليه كان عمر ليه ما نعرفوش نعرف يوسف. دونك كأنه هو يحبها تعرفه أنه عمر. إيه مانيبولاتور، هو لقى نقطة الضعف خدم عليها وجابها للثنية. واللي أدهى من هذا فما مشهد ياسين بن قمرة نحييه حاضر كيفاش تخدمت بلان سيكونس، كيفاش أنا سكرت الباب خرج هو بعديك هو يحكي معها ووخر التالي دخلت أنا، تلفتت هي تلقى الوليد ولدها دخل وأنا نقول له شبيك روحت توا، معناها شو كالكيلو معناها شوف شبيك روحت توا ماك تلعب في البطحة علاش جاي توا، معناها حرم عليه معناها شوف شنو هو هذا. فالمشهد هذاك كي تفرجت فيه تقشعرت معناها خاطر بلان سيكونس اون ديري كاينو ثم نوار وهي الفيستا نتاعي نوار ما صارتش نوار. معناها تحيه كبيره لسامي الفهري والليكيب تكنيك وقتها خاطر تعبوا فيها برشا. وهذا اللي حرك مجموعه من التعليقات اللي قاعده موجوده تعليقات ولد ضمرة ياسر ما عادش كيفاش تتفاعل معهم. مثلا كان نوريك بعض التعليقات اللي الناس شيخوا بهم على وسائل التواصل الاجتماعي. باش نبداو بالتعليق الاولاني، ولد الفار يطلع حفار لهنا في اشاره لفتحي هداوي ودور رئيف. اي سيد الريم اسكندر ورئيف كنت ولد والناس ورئيف شكون الاكثر خطرا على المدينه؟ سالته الفتحي. نتصور عمر اخطر، لكن المشكله اللي عمر يزم يداوى وفتحي يزم واحد يوقفه معناها والناس يوقفوا عند حده معناها. الواحد ولا خايف يخلي الباب محلول يدخل عليها دالي بن جمعة. هذا كريم الغربي اللي كريم اللي كريم عمل فيا حتى في السبيكتاكل نتاعو عمل ضريبه. نحييو كريم الغربي تري سامباتيك. معناها وليت متداول حكايه المفتاح معناها. يقول لك ملي تفرجت وانا كل يوم نبدل كوبه البيت. خايف على الحريم نتاعو وعنده الحق. خايف سكروا ببينكم من داخل الدنيا فيها دالي بن جمعة. معناها اسكندر تاع سيد الريم تفسخ. ونخرجوا من تصويرة انا الفتى النظيف اللي تربطت ساعات بيك. اي تغيب وتحذر بحكم يمكن الفيزيك اللي يعطي زعم براءة. انا كمحمد علي مانيش باري ياسر في الدنيا معناها ما ساعات الوجه يغلط ولا ماكش باد بوي زادة ماكش تخرج مرة في العام هذيك. اصعب مشهد صورته انا اللي حكيت لك عليه اللي هو بريسك ما فيهش نص اما صعيب تكنيكمون وكي تفرجت فيه عجبني برشا، لكن المشاهد الصعيبه مع نجله اللي هي ممثله كبيره وصديقه وعملنا معنا خدمه نتصور الكوبل اختف وكل طاقه ذيك كما يقولوا في الشرق الكيمياء. ثم مشهد تعاركت معاها حبيت نثبت اللي انا ما عملت شيء وما خنتهاش، وطلع بشوية حتى لين زهر عليها وقال لها معناها حب يقنعها ومشى. هذاك مشهد صعيب معناها باش لقيتها كيما الشارج تخرج راه في ولدي مع مهدي برصاوي. خدمتوا مع بعض؟ خدمنا مع بعضنا ماهيش حضور كبير كيف حضور شرفي، اما خدمنا مع بعضنا ونا بوكو دو بوان كومان. معناها نجله تتفرج في الافلام والسيريات العالميه وعينها محلوله وتبارك الله عليها، هي نوميني في برشا بلايص على فيلم وعندها الزهر خدمة مع سامي بوعجيلة. دور دالي نجح خطر الناس كرهتك. الكره هذا تترجم في الواقع كيفاش كي تخرج للشارع؟ هو قداش من سبة تسمعها؟ انا ما ندورش برشا، كي ندور بالبسكليت نجم نلبس بافيت وندور معناها عادي. معناها ثم الناس يفرقوا، اما الديجيتال اصعب. شو يقولوا لك في الديجيتال؟ الديجيتال معناها يتعاملوا معايا ويحكيوا معايا كشخصيه. سبان ثم اللي سمباتيك خاطر يعرف بعديك يقفل يقول يعطيك الصحه الدور اختف وكذا، وثم اللي بالفوكال سبان. و توا كنت في الكوليس جاني ميساج ما فيش برشا سبان، اما حرام عليك وعلاش تعمل هكا وحرام عليك وبنت الناس وكيفاش علي قتلت مريم. اي وتوا خاطر زوز مسلسلات فيهم الشرير انا. معناها كان ثم أوسكار أحسن شرير تو ناخذو على زوز مسلسلات. سامي فهري كتب في السياق هذايا بوست إذا بالحق كرهتوا الشخصية معناتها رانا نجحنا وشكرا لأنك ممثل موهوب جدا. دالي بن جمعة كان يكتب لك الكليب هذايا قاله لك
منو ليك ولا ليس؟ تقبلنا نشكره على الستاتيو ذي سامتوش بكو. تقبلنا في العرض الأول في مظاف العابدين غدوة، فقال لي كلمة، قال لي باش تخرج بسيكوبات. ومن وقتها أنا دورت في مخي، قلت سيء معناها باش تخرج بسيكوبات كيما حبينا. والأحداث زاد راو المسلسل الفاي فيا ما بين العائلة اللي في الفيلا نتاع والناس والبلاس، معناك الفاي فيا هذاك يخلي اللي طاقة الشر الذكورية هذية، خاطر هنا المرأة هي الضحية. قد ما نحكيه في مجتمعاتنا العربية أنه المنطق الذكوري ومنطق السلطة ومنطق الفكين وشوية، خاطر قد ما تعطيهم الناس هذوما تعطيهم بالجلم وتقول لهم هنا غلطين وهنا انت راك مريض مشي داوي، خاطر ما الناس يعيشوا معنا راهم مانيش فايقين بهم، واللي هما يسون بيرفير معناها نخافوا منهم بالحق. باش نعمل معك لعبه بيه؟ لعبه صحيح ولكن دالي بن جمعه صحيح مانيش نعمل في ادوار بطوله سنة، لكن الادوار اللي عم فيها مهمه ترضيك؟ ترضيني. صحيح ميدان التمثيل صعيب برشا، لكن فيه متعه كبيره. صحيح الشهره باهيه، لكن التعب ساعات. صحيح الفلوس ماهيش كل شيء، لكن تعمل ثنيه في البحر الفلوس. صحيح عملت تجربه في الراب، لكن تعلمت منها برشا. اهم حاجه تعلمتها هو حفظان النص والخدمة مع الميكرو. صحيح نحب نخدم في الكوميديا، لكن نستنى في نص والكوميديا جربتها ما باش نجربها في المسرح. عندك وما شو؟ عندي سبكتاكل مع شادي العرفاوي إن شاء الله قريب، نجم يكون سبكتاكل ومسرحية مش وين ما نشو. صحيح نحب الخدمة في تونس، لكن توحشت الشرق. آخر حاجة خدمتها في الشرق مع المرحوم شوقي المجري 2009، لكن زادة رشحت للأوركيديا مع المرحوم حاتم علي وكان وقتها عندي عمل آخر، فلا يرحمهم زوز عمالقة متاع إخراج. كنت مرشح باش تكون حتى قبل ظافر عابدين في تجربة عربية. يمكن، أما اختيار مني، معنى مش مشيت وفشلت وروحت، اختيار مني أني وأما الشرق جاني لتونس في فيلم سامحني الفنان الكبير عابد فهد جاي صور لنا فيلم في تونس، معناها صور معنا. صحيح نحب الخدمه في تونس، لكن تونس ولات التعب. ريتا يا كلامي انا غلط، يا اللي هي تعبت زاده من تونس. فيش تعبتك البلاد؟ التعب البلاد تجربه الكورونا عامين هذوما معناها مراجعه كبيره الناس الكل، معناها كورونا حاجه عالميه. عالميه لكن القطاع نتاعنا مهمش. صحيح ما عودتش على الرست، لكن كان نلقى مرة أخرى نعرس. معلش بالغل. لا الخاتم جنون القايلة ذي عم برشا حاجات راه. دونك أنت تويكا معناتها مسيبة كيف؟ فري يعني. عندك قديش فري؟ نقول لكم بعد. من بكري؟ شنو أنت تحكي على العرس؟ إيه معناتها فري عندك قديش فري؟ سيكل متاع 10 سنين مانيش معرس. اي نعرف. فوالا. ومكتوب. مكتوب اي. منك انت اكثر ما تحبش تعمل تجربه، تحب تكون هكاك مسيب ولا؟ ديما الثانيه صعيبه، معناها ديما التجربه الثانيه صعيبه، مش معناها الاولى فشلت، الاولى مكتوب. اي. والثانيه تقول ما عنديش الحق باش نغلط. صحيح. متطلب اكثر من اللازم. اما كانت موجوده، موجود المشروع الثاني، لكن زاد يمكن ليزيتاسيون نتاعي انا خلتني اني ما نعاودش نخوض التجربه هذه. وتنوي ولا لا؟ ننوي، علاش ليه؟ طبعا. اوكي. صحيح نتوحش المسرح، لكن المسرح يزمو برشا خدمه ويزمو مخرج، يزمو عين برانيه. صحيح انا شخصيه محزبه، لكن نتصور روحي انا معناها ارتيست اونجاجي ودخلت المجتمع المدني بالجمعيه اللي عملتها انا ونتعامل مع جمعيات اخرين. والحزب هو تابع للمجتمع المدني وتابع انك تحب تحاول تبدل في البلاد. معناها انا نحب نعمل ان بلوس. نحب نحكي على شباب معين مهمش في الجمعيات. في الجمعيات
لكن زادا في وقت ما باش تبدل قوانين يلزمك تدخل. معناها انا قاعد نتدرب قاعد نتعلم. مازلت مع افيق؟ مازلت مع افيق. باش نعملوا مع بعضنا لعبه عنوانها لو. لو باش نحطك في فرضيات. ربي يستر. لو تخون مرتك ومرتك تشدك بالكمشه. صعيبه هي خاطر ما عنديش به باش ما نظهرش بطل وزعما ملايكه. اي تشدتني بالكمشه كهو ناكل لحصة. سا ديبون هي كاركتيرها شنو. باش تسيبني باش تطلقني باش تشكي بيا للحاكم ما نعرفش شو انت تعمل. العقاب اللي تفضل لروحك شنو هو؟ العقاب هو الانفصال. 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 علاش ما تنفصلش بمجرد انك فكرت في الخيانه مالها؟ ما قلنا لو احنا. اي. معناها البشر هو متعرض للنزوات. للنزوات معناها معناها هل الخيانه بالضروره انك ما عادش تحب مرتك؟ ما عشتهاش تجربه صدقني. بينك وما بين روحك هل تفسرها هكاك؟ اذا توصل الغادي للحد ذاك الانفصال خير خاطر زاد بالريسبي. خاطر شوف كوبل راهو ثم محبه بعديك ثم يقول لك الحم يخاوي ثم عشره اذا ثم صغار اذا ثم العائلات معناه انك تعمل الشر للشخص الشخص المقابل هو ما عمل لك شيء معناها انت عندك مشكله. لو تتورط في حمل غير شرعي دالي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اثر فيك براءه يا لطيف. شيخ والناس اخرج يا لطيف. اخرج. لو لو وفق للشخصيه اللي انت عملتها. اي عمر. عمر عمر خبيث معناها يحب. انت انا ما نوصلش الغادي وان شاء الله ما نوصلش الغادي. لو 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 ما عشتهاش التجربه هذه. لو معناها مرته باش تطلقوا. معناها انت تقولي يخلي وقتها يولي والناس يقول انا عرسه وياخذ ثانيه. ما قلت لي لو انت. اي ومش انا هو. انت دالي انت شخصيا لو تتورط في حمل غير شرعي وانا متزوجة وانت بكش متزوج. نتزوج. ولو انت متزوج خاطر ما تجيش المخي. ولو انت متزوج معنا حاجة صعيبة. الإجهاض انت ضده. ضده الواحد ما يوصلوش خاطر الروح هم الزوز. هم الزوز قتال. هم الزوز حاجة ساعقة. لو صاحبة مرتك اللي تجي لدارك تعجبك. اي اخلاقها معناها تعجبني. كلها تعجبك. تحكي مليحه. كلها تعجبك. كلها تعجبك. هل ممكن انك تغزر لها غزره اخرى؟ محمد علي مستحيل. كان عندك زوج فرضيات نختار اما بالحق مستحيل. علاش نقول لك مستحيل؟ انا اذا مع 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 اون بارتنير كي كنت صغير ولا كبير ولا كي تزوجت ما نجمش نغزر غزره فيها شهوة. هذه طبيعة وتربية على خاطر جي با الدروا في نفس الوقت ما نتبننهاش الغزرة. شنو هو هالفيس هذايا؟ واحد مرته عندها زميلة صديقة جارة وأنا نغزر الغزرة هذيك. حتى في الكياس راه ما عنديش البرنامج هذايا هكا وهكا. من يقبل اسأل أنت اللي يعرفوني مليح. تحتقرهم الناس اللي عندهم البرنامج هذاك؟ لا عندي صاحبي وجهه ديما نعمل له هكا دور ركز احكي معاك نلعبوا شكبه شبيك عامل هكا يعرف روحه هو راهو تو معناها ديما مدورينها له اوبا ارجع 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 ركز سيبها نقول له سيبها 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 ولا كيما نحكي لك ثم راهو ثم دالي قداش تعطي النوت للاداء نتاعك بتجرد تو براءة معناها براءة الحقيقة يزمني نمنطيهم ونشوفهم ورا بعضهم خاطر انا مستمتع بالمسلسل الكل في وسطه انا في اجزاء صغيره. نوت ماذا بيا المتفرج او المخرج او جماعه اما انت قيم روحك بيني وبين روحي بالصراحه. أي. معناها فوق المعدل معناها فوق المعدل فوق المعدل 6 7 ونقول له 7. تعرفوا عبد اللطيف خير الدين ولا ليه؟ بيان سور فنان كبير. سئل مرتين عليك مره في تونسنا ومره في شمس افهم. قال محمد علي بن جمعة ماهوش ممثل
وقام يضحك حتى على صفة الممثل، ما يعتبركش ممثل. قال بربي ذكروني شو الأدوار اللي عملهم. هذه جاج ولا بالحق؟ بالحق بالحق. ما يقنعنيش بالمرة، ومازال صغير في الميدان. الأخرانية سي أن كومبليمون، مازلت صغير في الميدان صحيح، بارابور اللي هو فنان كبير ومخضر، معناها خدم مع برشا مخرجين. وعجبني عم ناول في الحرق. ما نجمش نجاوبه بالطريقة هذية، أما نعرف شكون نكلم تيحكي معاه. فسر لي. فنتصل بمدام منير نور الدين، نحييها ونقول لها راهو سي خير الدين قال فيا هكا، تو هي تجاوبوا. علاش؟ على خاطر تو احنا عواشر وعيد ورمضان، كيفاش نجم نجاوب راجل كبير قد بابا باحترام؟ معناها نجم نقول له كان تتفكر اون 2015 وانا مخرج عرض اختتام ايام قرطاج المسرحيه، صار له تكريم وتصويرته بانتور بالجرافيتي تصورت، والتروفي تمد له اون دونسوز كلاسيك مدت له تروفي وفرحنا به، وجبت له صديق قال نص حلو ياسر عليه، معناها انا نتسمى شاركت في تكريمه. ما نعرفش هو علاش يقول هكا، وما تفرجتش راه ما لا سمعت الانترفيو ولا تفرجت. كنت تفرج شو نقول لك؟ ما نجمش نقول كلام اخر. نقول له ربي يهديك وان شاء الله نكبروا ونوليوا كيفك. علاش اعتبرك ماكش ممثل وضحك؟ هو كارو اعطاني صفه اخرى مثلا. مش ممثل معناها دخيل شنو معناها؟ ما فهمتش. قال ما نشوفوش مع ما نجمش نستعذر نستعرض سامحني هادي عضلاتي ونحكي على السي في ونقول انا عملت. انا نجم اللوم لوم لوم على الصحافي اللي يحاور فيه، اذا هي تعرفني تنجم دالي. انا شيخ معناها ما نجمش هو ولا النوعيه نتاع البرامج هذيا تعكر لي شيختي. اما بعد خاطر انا ديما نراب العواشر والعيد، بعد العيد تو نتلهى بهم. توا لا توا شيخ. باهي نعملوا مع بعض. تسمع اللهوه هذيا شنيا؟ تسمع بها. نبدلوا الجو باش نعملوا فوت مع بعضنا. نلعبوا. لعبه عنوانها بلايند فود جو. دالي وي اللعبه هذه ثلاثه ثلاثه، عندي ثلاثه كور، انت عندك بعد ثلاثه كور، انت تو جول. اوكي انا باش نشوط بلانتيات. عينينا زود باش يكونوا مغمضين، وشكون باش يربح؟ واضح. باش نبدا انا دونك نغطي عليك من الله. لحظه اوبا. زوزة ما زالت وحدة به. نحي اوكي به. انا ماركيت زوز، انا ماركيت زوز دكو، وشديت انت واحده هكا قالوا لي دونك. انا حسيت واحده اون توكا، منعت واحده به. اي نبداو نبداو 3-2-1. ربحتني ربحت. اسمع في بالك انا ما نلعبش كوره، وفي بالك انا ما نتفرجش في الكوره. والله ما نلعب كوره مع الاولاد، والله من اللي صغير نكره الكوره. هيا باسكيت مغروم. ها مغروم. ها اما متعادلين. كيفاش متعادلين؟ في اللعبه هذه اللي ربح هو دالي بن جبل. داكور. دالي اسئله سريعه. اخر مره بكيت فيها تتذكر وقتاش ولا ليه؟ كان نقول لك ما صدقش وقتاش. نهار تحست مونجي العوني بعاك في الموزايك،
خاطر منجي صاحبي قبل نعرفه ونعرف حكايات ونعرف اللي هو فنان كبير ووجعتني انه عنده نوعا ما معناها قهرة من بعض اشخاص ومن بعض التصرفات اللي ضرته وان شاء الله رجعته مع عبد الحميد بوشناق تكون رجعة فلاش. بكيت وانت بكيت وقتها في نفس الوقت في نفس في نفس اللحظة هذيك. اخر مرة ضحكت فيها على روحك وقتاش؟ كي نبدا نلعب وحدي خاطر كي نمشي نترين في الصاله ندخل الصاله ثم صاله وحدي كي نبدا نلعب ونشطح ونعمل اصوات ونفدلك مع لي كوتش معناها نهبلوا بالضحك واللعب. اخر مره قلت فيها نحبك من القلب؟ ما عنديش برشا لاختي الكبيره سميره ربي يفضلكم لبعضكم. قديش عندك من خو انت؟ احنا اربع اخوات ولاد. عندي خويا الكبير اللي هو الدكتور سيف الله يرحمه توفى عنده 4 سنين وزوز بنات جميلة وسميرة اللي هي جميلة نحياها اللي تعيش في غوان. آخر مرة حشمت فيها؟ كي يجي كومبليمون هكا فاس فاس مش ديجيتال في الدنيا نحشم معناها كي يقولوا لك حاجات مزيانة تفرح وتعتز بالحكاية ذيكا ومسؤولية ونحشم. كي آخر مرة كنت فخور فيها بروحك؟ كي مشيت ديرنييرمون البيكولو تياترو في بنزرت عند محمد صديقنا وعطيت ورشة على نهارين في رمضان دايور الجمعة اللي فاتت وكنت فخور بروحي كيفاش خدت ساعة ساعة نرجع نقول قاعد نعمل في ورشة مع شباب 15 16 17 سنة نتفكر روحي أنا كيفاش بديت كيفاش المعلمية اللي قراوني علموني كيفاش أنا نحب نعاود نعلم من الشباب معناها. آخر مرة قلت فيها كلمة سامحني؟ تلقاها عندها برشا سامحني نقولها راه كي نغلط نجم نتشنج. قلتها لصاحبي دنيير ما خاطرني انطرت عليه في قهوة بعديك رجعت له قلت له خاطر هو أكبر مني ونحبه برشا آخر مرة محمد يعرف روحه. آخر مرة ندمت فيها؟ ساعات تندم كي تعطي وقتك الأشخاص كسوسوا زملاء في العائلة في اللي هو بعديك تفيق اللي ضيعت وقتك خاطر ما ثماش كاليتي ديكوت ما يفهموكش تقول أنا خسارة نندم اللي خلت هذوما وضيعت وقتي معاه. آخر دور رفضته؟ مالوريزمون رفضته واعتذرت مش رفضته هو شريط قصير وكان عندي دور مهم فيه داير الفيلم تعدى من غير ما نسمي في الايام قرطاج السينمائيه وقتها انا لو بارام تاع فيستيفال في جيبس عطيت الكلمه فمشيت لحامد جيبس وعملت جو كبير غادي ورفضت رول على خاطرهم معناها خاطر عطيت الكلمه. اخر اشاعه خرجت عليك؟ عندي صاحبي في الحومه يطلبني كان كي حد توفى كيبدا هو يطلب نتفجع ولا كيما نحكي لك طلبني مره قال لي اسمع كتبوا عليك اللي انت توفيت قلت له مره جايه درت علي انا والحكايه ما خرجتش برشا معناها ما ولتش اشاعه كبيره اما هو قراها في بلاصه اللي انا توفيت. اخر مره عملت فيها بلوك لشخص مشهور؟ هي صديقه عملت لي فيو مرتين قلت لها الثالثه راني بلوكيك قالت لي ها باش نعطيك الثالثه بلوكيتها اما قعدنا اصحاب على الفيسبوك وصديقتي هي ممثله واسمها اميره درويش. اميره درويش؟ اي بلوكين بعضكم؟ بلوكيتها طبعا اما تحكي معي على الميسنجر لا نحبها برشا بلوكيتها خاطر نرفزتني اللي يعمل لي فيو مرة اثنين بلوكيه. شنحوي المخزن؟ سبا المخزن بعد العامين كساد وكورونا حلينا أكاديمي داخل المخزن تسند فينا سفارة أمريكا ونعطيه في ديكور معناها 3 شهور قراية بعديك الدبلوم في 5 ديسيبلين دي جيينج جرافيتي الموسيقى المسرح الرقص ومن بعد شنعملوا بهم سبيكتاكل دو فان داني وان شاء الله سبيكتاك كان يكون سمي بروفيسيونيل نجمو ندورو بيه. بالنسبه للراب؟ الراب مستمع للراب صحابي دي رابور نجم نكون منتج او مخرج سهريه وسبيكتاكل اما انا كمؤدي كملت انا عملت التجربه 2015 انا بديت باش نكملها خاطرها فانتازم تاع الصغر انا عملت عامين قبل الثوره وعامين بعد الثوره البوم تورني عملت جو وفي لمان وعملت حفلة كبيرة نتذكر وكانوا حتى معاك برشا رابوريت بلتي كان معاك كافون أرمستا جيجيا نتذكر عملت إخراج الهيب هوب هذيك أوربا في كارتاج اللي هي كانت حدث كبير بالنسبة لي وبالنسبة للموفمة متاع الهيب هوب وحلت اللعب وأنا مسميها نوبة الراب على خاطر فيها أكثر من 70 فنان وقتها نتذكر كافون صرف الكاشي نتاعو الكل على الحفله معناتها نتفكر كان يهمهم انهم يعملوا حفله وتصويره باهيه معاه كافون يعطيه الصحه وربي فضله ونحييه هو خدم معناها لايف مع فرقه
في هزينا ليكرون تلقى 15 عازف وخدم لايف الريجيم تاعو ويافي 3 دي جي واللي اللي الباهي في الحكايه خدمنا على 3 بلاتو في كارتاج موتورات كاميونه هو دخلته في كاميونه وثم الجرافيتي وتكتبت سورسين فري زروي وان شاء الله فري زروي ان شاء الله يا ربي ربي يخفف عليه ويخرج قريب خاطر زروي خدم معايا اكروبات ودانسور ونعرفه من باب سويقه من جماعه ارب كلون نعرفه شخصيا ويا ربي ان شاء الله يخرج في العيد هذا يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي برشا ما يعرفوش اللي انت غنيت يا ليلي كنت سبب فيها بطريقه غير مباشره على خاطر انت اللي عرفت بلتي على حموده انديريكتومون بلتي كي نختاروا في الغنيات في الكوندكتور عملت معاها معناها قلت له نحب الغنية تقفل بها هذه اللي هي اسمها أنا الفتى النظيف تعملت راب وبلتي عملها المناسبة وخباها قلت له هذيك وجيب نجيبه كورال خاطر هو سجلها مع كورال وجيبهم لابسين كراتب ومنديلة زرقاء باش نعطيه صورة للراب نجم يكون زادة راب كونسيون راب فيه شعر توعوي ففي وسط الكورال هذي حمودة في كارتاج وهو مازال صغير فالصدفة اللي خلت حمودة يطلع أول مرة في كارتاج في الحفلة هذيك وتبارك الله عليه حمودة تو كبر ولا فنان معناها دالي يعطيك الصحة يعيشك هيدي. نذكر أنه الحلقة الأخرى معناتها من فوندو كانت رهيبة رهيبة واستثنائية برشا تعليقات جاو هربنا من الفوندو جانا للبراءة هربنا من البراءة دخلنا للفوندو هي تريزا يعطيها صحة سوسن تريزا خشينا كيفاش عملت الباراليل ما بين الفترة اللي هي 20 سنة أو أكثر التالي ورجعت بينا القدام دالي نشكرك برشا يعيشك نشكرك نتمنى لك النجاح والتوفيق ومرة أخرى نهنيك على نجاحك يعيشك وهو هيدي. نجاح مستحق عايشك سي جونتي نخلي لك كلمة الختام نشكر الناس كل اللي تفاعلوا وحتى نقدوا ونقول لهم عيدكم مبروك نشكر سامحني هادي الناس كل اللي خدمت في الدراما سنة في التلفزيات الكل معناها الوطنية والتلفزيات الخاصة معناها حرقة كانية ما كانش البلاس الناس كل نشكرهم ونقول لكم عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم بخير ميرسي شكرا دالي بن جبل حلمتك تولي حقيقة كيفاش سهل برشا تنجم تعيد في دارك وتربح دار ومش أي دار أبارتومون موبلي مجهز بأفخم أنواع الأثاث دار سومها 400 مليون في ريزيدانس جالكسي الحمامات أبارتومون إس بلس 2 على البحر وفي ريزيدانس مجهزة بقاعة رياضة بيسين كبيرة بالكاسكاد مصلى سبا حمام بيسين كوفرت شوفي دار تخليك تستغنى على الوتلة وتعدي سيف ولا أروع وتعيد في دارك كيفاش؟ ابعث اس ام اس في حرف ا على 85811 ا على 85811 والقرعه باش تصير ليله العيد يعني باس ام اس واحد تنجم تربح دار سومها 400 مليون وتعيد في دارك ابعث اس ام اس في حرف ا على الرقم 85811 حص عيد للجميع